أهلا وسهلا فيكم بحلقة يوم الأربعاء المميزة دائم عن بحلوياتها. واليوم الحلويات أنا نفسي شخصيا مش فاهمة منها إشي، فبدنا نفهم منها كل إشي اليوم. بسيطين لأنهم كتير سهلين. كيف حالك؟ شو أخبارك؟ أنا كتير الحمد لله كويسة. أنتي؟ تمام الحمد لله. شو حليان اليوم، شايفتك بتجنني وهيك يعني بتكسري لنا شوي القاعدة من الأسود يعني. والأبيض والأسود ما هو هذا بزبطش ألبسها يوم الطبيخ عشان بصير زيت وهيك وأنا صرت ألبس أبيض وبراحتي يوم الأربعاء. أيوة بالضبط، هاي هي. اليوم عاملة أشياء صراحة كتير سهلة كتير وبسيطة وموجودة تقريباً في يعني مكوناتها موجودة في معظم البيوت. خلينا نحكي أشياء بجوز الهند. رح نعمل هدول كيكات جوز الهند اللي مغطسين بصوص شوكولاتة وعليهم جوز هند من برا. كيكة هي بدها تكون فانيل سبونج، وإشي تاني رح نغطسه بالجيلو، فهيني كنت عم بحضر الجيلو بدي أحطه يبرد شوي. والآخر إشي نعمل إشي اسمه هلا هو اسمه ماجيك بار، معروف يعني هو اللي عملوه اخترعوه إشي برا يعني، وكتير بسيط سهل جدا، فيه حليب مكثف محلى، فيه جوز هند، فيه بسكوت الدايجستيف يعني. والحلو انه كلياته بنعمل بخطوه واحده، فمشان هيك وصفاتنا اللي هيك يعني اليوم تسلايه حلو يعني. مبدئيا رح نعمل اشياء غريبه بتكلفه قليله، بكل شيء موجود بالبيت. انا شايفه الجلو متعودين عليه دائما، شويه فواكه جواته بقلب جاط مميز، بس احنا رح نغطس الكيكات بهذا الجلو. حلو معناته طبعا مثل ما تعودتوا علينا رح ارجع اذكركم انه لازم تكونوا معنا مباشره على الهواء على صفحه عمان تي في كيتشن على الفيسبوك. شيروا الحلقه واحتفظوا فيها على صفحاتكم، وما تنسوا من خلال الكومنت اي سؤال او اي استفسار لطال عمرها يارا اللي دائما بتدخل هيك على الزوم تبعي. الله وكيلكم تذكرت مش عامله موبايلي سايلنت سوري. رح نطلع مع اول وصفه يلا. كيكات جوز الهند بالتشوكلت والجيلو. رح تحتاج لمقادير الكيك 6 حبات من البيض، ولمعلقه صغيره من الفانيلا، لكوب من سكر تقريبا واحد، وكوب من الطحين، ومعلقه ونص صغار من النشا، 2 كوب جوز هند مبشورين. اما صوص التشوكلت رح تحتاجوا ل 2 كوب سكر بودره، ونص كوب كاكاو مندوبي، معلقه كبيره من الزبده، وكوب حليب الروابي اكيد من كرم، ورشه ملح. كيك جوز الهند تحديدا رح تحتاجوا ل2 علبة جيلو فراولة أو كرز، ولكريمة مخفوقة ولفراولة. لازم أخفق كتير منيح، أخفق كتير منيح، عبال بس بدي أضيعهم بالخفق. إيش أعمل طيب؟ بدي أقرأ لك هذا الشعر اللي وصلنا. تفضلي. حلقة يوم الأربعاء مع الشيف يارا، يعني حلويات، يعني فن، يعني دفا، ومع تمارا يعني عفوية. برافو برافو برافو، أبدعتوا صراحة. ثانك يو شو هاد يعني خلص مسكر؟ يعني ما بعرف حابين نخلص. حلو. طب مين وليد العباسي، شكرا يا وليد، شكرا لك أكيد. وطبعا يارا اليوم مثل ما خبرنا كل يلي بتابعونا وتعودتوا علينا انه احنا بنحب تشيروا الحلقه لحتى اول إشي تشجعوا يارا عشان ضلها تعطيكم افكار جديده، وبنفس الوقت عشان كمان تحتفظوا بالحلقه وتحضروها امتى ما بدكم. يلا طب اسمعوا هلا اللي رح نعمله، رح نعمل كيكه اسفنجيه، وهي الكيكه بتقدروا تعتمدوها، عملت لكم اياها من قبل، والحلو انها هي جد بتتشرب بتنحشى بتنعمل كثير اشياء. فاول خطوه لازم نخفق البيض مع السكر على درجه كثير عاليه لمده منيحه لبين ما احضر الصينيه. انا عم بلمح لرامي بس انه يعني قديش هلا رامي؟ يعني احنا خلينا نعليها شوي هيك دقيقتين ثلاثه. شو رايكم يصير نحط احنا اغاني بفقره بالزبط. يوم الاربعاء فقره الخلط هيك 100% رح احاول ما اعليها كثير هيك منيح. بنقدر نحكي ابو حميد، نقدر نحكي خالد. طيب انا بدي يعني استغل الفرصه معناته واقول لابراهيم الخطيب اهلا وسهلا فيك وشكرا لك. سهى شكرا على كل كلماتك المشجعه، واكيد على كل الكلمات اللي انتم بتبعتوا لنا اياها بترفعوا من معنوياتنا. ام ربيع شكرا كثير لك. خليل كمان صباح النور علينا وعليك يا رب. وهون بدي ارجع اذكركم انه من خلال الكومنتس بتقدروا تسالونا، بتقدروا تعطونا طرقكم، وبتقدروا تطلبوا مننا ايش بدكم وصفات للحلقات القادمه، خصوصا قبل شهر رمضان المبارك. بالضبط يعني الحلو بهاي اليوم رح نعملها انه حتى بتقدروا زي ما قلت لكم نفس اللي انا بدي انكه فيه تنكهوه باشياء ثانيه. كيف يعني ايش قصدك؟ هلا انا لازم افرجيكم اياهم بس بلكي بعد الفاصل افرجيكم كيف شكلهم. احنا رح نعمل كيكه رح نعمل كيكه اسفنجيه تمام ونتركها تبرد، هذا اهم شيء فيها انه عشان نعرف نتعامل معها، يعني هذا التكنيك نمبر 1 بالضبط، هو هاي النقطه المهمه. رح نعمل كيكه الاسفنجيه نتركها، لو تركناها بالفريزر على فكره لثاني يوم ما في مشكله، او الكيكه بالفريزر ما احنا بنبردها عادي ما بفرق. كيكه طبعا ما بتخشاه؟ لا طبعا بالعكس، لا الفريزر احسن من الثلاجه للكيك. هاي معلومة مهمة، لأنه الفريزر لما تحطي الاشي الكيكة بالفريزر خلص بفرزها بتركها زي ما كانت، أما الثلاجة إذا طولت الكيكة بالثلاجة بتصير مع الوقت تنشف مع برودة الثلاجة. هلا الفريزر ما فيه هذا الهواء البارد خلص بفرز، بلاش حطوها بالثلاجة بس كم ساعة خليها تبرد عشان تقدروا تقسموها وبعدين تغطسوها بالصوص اللي رح نعمله. يعني هاي بالنسبة للتكنيك تبعنا، هاي بالنسبة لكيكتنا بسيطة كثير، يعني أنا بديش حتى أحكي إنه فيها تكنيك على قد ما هي كثير سهلة، بس أهم شيء فيها إنه لأنها كيكة اسفنجية تنخفق البيض عنا مع السكر كثير، وأنا عم بحاول هيك أتسحب شوي بس. لا اطلع من يدك اطلع يارا. نعم قلنا الله احنا بحلقه يوم الارجح من وراء الخلاط. انا اسفه بس يارا عم بيسالوك قبل ما نطلع بالفاصل ليش الكيكه الاسفنجيه بس تطفي الغاز عليها ومعادله بتهبط؟ مرات ممكن اي اسفنجيه زي هاي اللي عم نعملها اسفنجيه معناته بيكون يا اما في اكثر من سبب، ما مش سبب واحد. في عندك مثلا اللي هو يا اما بتكون فيها اذا حاطه بيكنج باودر ممكن يكون كميته كثيره، ممكن يكون كمية المواد الجافة فيها مش متناسقة مع كمية المواد الرطبة. حلو. أوكي؟ فبتكون رفعت بعدين ما قدر هذا البنى اللي بنيناه من البيض والسكر يتحمل. ما في شيء يمسكه، تمام. في كثير اسباب، في ممكن الفرن نفسه يكون فيه غلط، فيه مشكله او بيسرب هواء. طب يارا في هون خص نص لإلك الطلب لانها حرام بعثت لي اكثر من مسج، بس انا لازم اشتغل بهاي بسرعه. يلا قولي. تمام احكي. ساميه عم تطلب منك تقولي للشيف تعمل لنا اكلات صيامي وحلويات صياميه لانه قرب صيامنا، وكل سنه وانتم سالمين. كل سنه وانتم سالمين ان شاء الله. كمان سؤال بالنسبه لهم، حبات الشوكليت البيضاء او حبات الصغيره اللي هي الشوكليت البلاك او الشوكليت شيبس، ايش ممكن نعمل فيها بالنسبه لافكار للاولاد الصغار؟ طيب شوفوا حلقه هاي هلا رح نعمل الماجيك بار رح يكون فيها. طيب هلا رح نحط النشا مع الطحين، اوكي، اللي هم هاي بس المواد الجافه. هاي الكيكه ما فيها بيكنج باودر على فكره، بتعتمد بس سريع. اوكي طيب كمان عندهم سؤال ثاني، بيقولوا لك يا ريت تعيدي لهم او تخبريهم شو مقادير الكريمه المنزليه. ايش يعني ايش مقادير كريمه منزليه؟ ما بعرف الكريمه المنزليه، الدوبل كريم، الكريم شانتيه، يعني كيف نخفق الكريمه؟ لا مقاديرها. بنعمل كريمه بالبيت؟ لا مش مره حكينا انا، لا هذيك مش كريمه اللي بتنعمل بالبيت، الكريمه هي منتج زي الحليب. حلو. عمرنا عملنا حليب بالبيت؟ ما بعرف ما بزبط. هلا اذا بقول لا 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 الكريمه هي منتج بتشتروه من السوق وبتعملوه. طيب هلا شفتوا كيف قوام الكيكه؟ تمام شايفين؟ شوفوا ما احلاه، هذا اللي بدنا اياه. اوكي هلا بس بدي احاول انخل المواد الجافه تنخيل. اوكي ليش بننخلهم؟ عشان ما ينزل هيك مره واحده ينصدم في ويهبط. احنا كل ما في بيكنج باودر، فاحنا كل الرفعه اللي رح يرفعها الكيك من شو اسمه من اشوف من البيض والسكر. ما احلى شكلها، اسمعوا بتحسوها عجينه زي الغيمه هيك. هوا 100%. هلا انا دائما بقول لكم بحب احرك بهاي الطريقه. هي كان قصدها كريمه الحلويات، يعني اذا بتحبي في كمان في كثير انواع كريمات. شوفوا كريمات الحلويات، في عندنا الكريم الفريش كريم اللي هي الكريمه الطازجه اللي هي بتيجي لتر زي الحليب. اوكي هاي بناخذها بنضيف لها اذا مش محليه، وبالاغلب الحيواني بيكون مش محلى، فبنضيف لها سكر حسب الذوق وبنخفقها، ويفضل انها تكون ايش؟ بارده كثير عشان تخفق معنا لاحسن نتيجه. هاي اول شيء. في عندنا كريمه الجبنه اللي فيها بسموها الكريم تشيز، هاي بتكون عباره عن زبده وسكر بودره وجبنه كريميه. وفي عندنا كريمه الزبده اللي هي الباتر كريم، هاي في لها اكثر من طريقه، شي يوم بنعملهم. في شيء بيعتمد على بياض البيض وبنضف له زبده بنخفق لدرجه معينه، وفي شيء بس سكر بودره وزبده. هدول هم انواع الكريمات اللي نحتاجهم دائما للكيك. هلا ان شاء الله اني اكون انا جاوبت. عم بيطلبوها مننا، بس يارا بتقول لي احنا عملناها، فبكل بساطه بدي منكم تعملوا سبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب، قناه عمان تي في رح تشوفوها هلا باسفل الشاشه. بكل بساطه بتكتبوا اسم برنامجنا صحتين وهنا. وعملنا فيها حشوه زاكيه كمان وقتها بالكرز عملناها. شوكولاته. لا اذكر. شوفوا كيف الكيكه طلعوا، يعني احنا اوكي بنغيب عنكم كم دقيقه باول البرنامج لما خفقنا، بس شوفوا ما احلاها. شايفه تمارا؟ بتجنن صراحه كثير، هيك بتحسيها مش كيك. ان شاء الله. طبعا اهم شيء زي ما قلت لكم درجه حراره الفرن تكون منيحه. اوكي. وهي ما فيها لا زبده ولا زيت ولا شيء، هاي كيكه اسفنجيه طبيعيه. بس انا شايفتها سهله، بس بنفس الوقت ممكن ما بتزبط مع اي حدا. يعني شفتوا اللي انا عملته بالضبط، اذا بتعمل زيه خلص ما ليه بدهاش تزبط؟ خلص يعني 100%. المهم دائما شوفوا، هو صراحه في شغله بالكيكات الاسفنجيه بتكون سرعه الخلاط قوي. هلا لو مش بهذا الخلاط بس بالخلاط اليدوي، بس انه نعطيها وقتها تطلع ممتازه. رح اصبها بصينيه، انا عندي هون صينيه فيها ورقه زبده. هاي شوفي ما شاء الله ما شاء الله، حتى لونها حلو. عمره حدا في البيت عندك تخانق على بواقي الكيك اللي بالباول بيكون؟ هذا احنا كنا نعملها كلنا ولا هذا الجيل؟ لا صغير اختماع والله. مش على هاي انا بتخانقوا على الشوكولاته الهاي الشوكليت شيب والشوكولاته بكون بدي اشتغل فيها او انا وياهم نتخانق. انا مبدئيا لسكم بدي اقول لك انا والله يخلي لي ابني الثاني رافد، يعني انا ورافد بنتخانق معه. اكتشف محمد فيها بيض فتجنب الطوشه. بالضبط. لا انا على هاي انا صراحه ما بعرف كيف كنا ناكلها زمان واحنا صغار. اسمعي انا مره قالوا لي تمارا فيها بيض ني، ولا كانه انحكى الموضوع بدي لي. لا انا ما بس واحنا صغار يا اختي كنا نحبها، بس لا هلا مثلا بكون جايبه اغراض بدي اعمل كيكه وشوكولاته الدروبس. طبعا بتخانقوا اكيد. لا مش ما بلاقي، بتخانق انا وعزيز، بكون بقول له يعني انا جايبتها ما بدي اشتغل فيها بعدين. طيب هيها شايفين ما احلاها. رح نحطها بفرن محمى من قبل دائما حمل الفرن قبل 10 دقائق، نحطها على 180 175 180 رح تاخذ تقريبا هاي يمكن 25 30 دقيقة 100%. طيب معناته بعد الفاصل بنرجع لكم كمان بتكملة لوصفتنا، واكيد لسه ما خفية اعظم. طبعا رجعنا لكم اكيد لكل يلي انضموا لنا هلا، اهلا وسهلا فيكم. اليوم حلقتنا عم بتكون برعايه جوز الهند، وفيكي كمان اهلا وسهلا فيكي حبيبتي قلبي. ميرسي. يلا احنا قبل الفاصل حطينا الكيكه بالفرن، وهلا رح نعمل اول صوص اللي هو صوص الشوكولاته. احنا اخذنا مقاديره صح؟ انا كنت بلمح قبل شوي انه يعني بتخانقوا عندك في البيت، يعني عرفتي هاي القصص. صح بس هو ما له دخل على هذا. انا فكرت على الميكس تبع الكيك. طب هذا الصوص الحلو انه عادي حمام بخار، بتقدروا تستخدموه لكيكات ثانيين. تمام. رح نحط زبده معلقه صغيره. اوكي. ورح نحط الكاكاو مندوبي اكيد 100%. رح نحط السكر البودره معهم، هو شوي حلو هذا، فاذا بدكم انتم تمرمروه اكثر شو بنعمل؟ زيدوا شوي كاكاو زياده. تمام. حطوا له مثلا قهوه سريعه الذوبان يعطيه شوي. طيب تعال معي على الكاميرا رامي، بدي افرجيكم هون. استني بس قبل ما يروح رامي. رحتوا على الحليب ولا لسه؟ يلا بس دقيقه. نحط كمان كوب حليب من الروابي عشان ما بدنا ينحرق. بس عم تستخدمي اليوم قليل الدسم. حبيتي يعني ما تحسسينا بالرعب. بالضبط، حبيت اغير. هلا بضلك تحركيه. رح نضل حنروح مع انا بدي رامي. افرجيكم هون رامي وكل يلي بيتابعونا، بدي اياكم تشوفوا هون من عند دوبي الطير الذهبي. هون المنتجات يا ساتر، شفتوا هون القهوه سريعه الذوبان، وهون بالنسبه لنا الكاكاو. احلى ما فيهم الاثنين بانهم فعليا هم المغلف تبعهم، او هيك شفتوا تقدروا تعصروه خفيفك لذيذ، وبنفس الوقت بلاستيك فما بيوقع يعني لا سمح الله ينكسر او شيء، والحجم ممتاز. صح يارا؟ صح. احنا مبدئيا لازم اغششكم شغله، احنا كل يوم بنشرب بالكاسات اللي بتشوفوها قهوه من عند دوبي. اشوف يلا هلا رح نحركه. بس احنا ليه حاطينه بحمام بخار؟ عشان يتجانس اسرع. تمام. عم بسالوكي اذا ايهما افضل، ورق زبده او زيت وطحين، او ما بتفرق؟ ما بفرق. قلتوا يعني في اشياء بدها ورق زبده، زي مثلا وصفتنا اللي هلا شوي رح نعملها بدها ورق زبده، لانه البسكوت بنخاف يتفتفت اذا حطيناه. في كيكات لا عادي يعني زيت وطحين، زبده وطحين، طحينيه كمان. انا كثير بحب الطحينيه بالكيك، بالقوالب اللي فيها نقشه. حلو. عشان قلتي ما بتلزق. طب احكي لنا عن الكريزه، عم بيسالوكي عنها. الكريزه حلاوه السميد، بس عليها صبغه انه اللي هي سميد ومي او سميد وحليب، وبنحط لها سكر بس. طيب هون التمريه، بتعرفي التمريه؟ شو اللي جواها؟ مش فيها اشي جوا ابيض؟ ولا انت بتاكلي وما بتميزي؟ باكل ما بميز. هي بحب انه لسه عندها امل بالاسئله. انا صراحه مصدومه لانه انا بتخيل هذا الديفول. طب يارا تهاني هون بتقول لك شيف انا بحط على الحليب على الكيكه بيكون دافي، بتطلع الكيكه اسفنجيه وكثير ظابطه معاها. على ما فهمت مرة يعني تانية. خليط الكيكه الاسفنجيه بتحط عليها الحليب ولكن بيكون دافي، فبتقول لك رائعه بتطلع. والله هاي لازم اجربها، اصلا هاي بعرفها الطريقه. شكرا تهاني. شكرا يا تهاني. بس مش على الكيك، على هاي الاسفنجيه مش بتقول بتطلع كيكه اسفنجيه. هاي مش على هذا النوع بيكون هاي ما فيها حليب اصلا. ما بعرف تهاني، خبرينا شو كان قصدك في الموضوع. طيب هلا انا بدي اخذ هدول بس احطهم هون. امل بتقول لك اعملي لنا ليوم كيكه الجزر مع الصوص تبعها. والله بدي اعمل كيكه الجزر، كنت صراحه بلكي الاسبوع الجاي خلص. بيقولوا لك حاليا ما معنا سهى، ما عندها كاكاو بدها تعمل الكيكه، فبتقدر تحط بدالها شوكولاته. ايه بتقدر. شفتوا ليش ما بلبسه؟ توسختيه. دقيقه. إشي روعه. تمارا حبيبتي شوكولاته بس خليني اركز معها دقيقه. عندها شوكولاته بس ما عندها كاكاو. بالضبط. إذا عندك كريمة اعملي زي الجناج السائل وخليه مرق أكثر، يعني مش إحنا بالجناج بنحط مثلا 100 جرام شوكولاتة مقابله 100 جرام كريمة، أنت حطي مثلا 100 جرام شوكولاتة مقابلهم 150 جرام كريمة، عشان بدي إياها هيك سائلة مرقة، ما بدنا إياها جامدة، الجناج بيجي جامد أكثر. شو الهدف منها؟ إنه الكيكة تشرب. هلا لما نغطس الكيكة تشرب ما شاء الله. بس يا رب إنه ما ينحرق لأنه أخذت لون بسرعة من فوق. شفتوا ما شاء الله كيف نفخت؟ ما شفتوا فنحرق ايدي، انا دائما لازم انحرق. يلا فرجينا يا دانا. يا دانا الله يسعدك، بدنا نعرف كيف بتنصب. ايش هي؟ ايش نعمل؟ تعي لهون. اكزدر. افتح عادي ولا بخربها؟ لا اوعي يا ويلي. افتحها؟ مشكلة انها بتطلع معي كل اربعاء. يارا ايش الاشياء باكد عليها؟ بشرحوا لك الكريزه، لو سمحتي تشرحي كيف بتنصب. بتنصب عادي، بتنطبخ على الغاز. انا عمري ما عملتها على فكره، انتم بتسالوني انا بس بعرف انها هيك، انا ما عمري عملتها. لانه وصلني تهديد قبل شوي. ليش مين؟ هيك خلص من غير ذكر اسماء. قولي لي انه ايش؟ يا دانا انا مبدئيا تمارا. دانا معدتنا ما بتشوفوهاش. فبيقولوا لي يا تمارا اسالي الشيف يارا كيف بنقدر نصب الكريزه. كريزه انت لسه بترجع بتعيدي؟ خلص كريزه كريزيه انا حتى تطلع جامده. ما هي بدها تنصب، هي بتكون اصلا زي المطبوخه وجامده زي كيف شو اسمها اللي عملناها الاسبوع الماضي او قبل اسبوعين، ايش اسمها؟ ليالي لبنان. تقريبا نفس الشيء صح؟ نفس ليالي لبنان. بلاش اكون بعك هلا وانا بعك معاكي صح بقول لك انا عمري ما عملتها بس انا بعرف انها هيك. هلا هون كمان بيقولوا لك انه كيكه جوز الهند بحطوا عليها عصير الاناناس بتطلع كمان زي البينا كولادا بالضبط. كنا نعملكم اياه بس طلعتوا اشطر منا. يعني افكار انا اصلا بدي بالضبط يعني اعطونا الافكار تبعتكم. طيب اذا بدكم نحن لبين ما يعني هيك تستوي وتبرد، احنا عملنا هذا الصوص اول شيء للتغطيس، رح زي ما قلت لكم نقسمهم، نغطسهم هون، نغطسهم بجوز الهند، وممكن نحشيهم، فينا نحشيهم باكثر من طريقه، انا اللي هون حشيتهم بكراميل مالح. رح تسالوني من وين جيب كراميل مالح؟ هلا في محلات بتبيع كراميل مالح، هذا هو محشي من جوا كراميل مالح. طب نفتح لنا واحد هلا بنفتح. يلا بس احكي هاي المعلومه، ليش عملت كراميل مالح؟ عشان الكيكه حلوه شوي والصوص فيه سكر، فانا بدي يعني اعادل اوازن الطعمات، فهيك دائما احنا لما نيجي مثلا نزيد شيء معين على كيكه، تخيلي احشيها مثلا شيء مربى كمان بتطلع زاكيه، بس بدي استغني ساعتها عن السكر هون، بدي يكون هذا صوص بس كاكاو وحليب لحاله. ليش عم تضحكي؟ لانه انقلب التشات هون على على الفيس على كريزه، انه كيف ما يختلطوا الطبقات في بعض وما يدخلوا الالوان في بعض. طبقات انا عم بحكي عن لون واحد، عشان هيك انا ما فهمتش قصدها. وبيسان بتسالك شو مقاس الكيكه هاي اللي عملتيها عشان المقادير؟ هذه تقريبا زي حجم ورقة الA4، يعني عم نحكي عن 24 في 29 هيك شيء. تحبي تجاوبي على كريزه كيف ما يختلطوش الالوان؟ ما عمري عملتها، ما بدي اجاوب شيء غلط. خلينا معناته تاخذ اكثر عنها. اذا عم نحكي فكرة. لونين، انا لحالي بقول لك اذا عم نحكي لونين بدها تعمل كل لون لحاله، عشان بدها تبرد الطبقه الاولى وبعدين نحط الطبقه الثانيه. يعني بس يبرد بنبلش نسكب. هيك المفروض، يعني اذا عم نحكي عن طبقتين ولونين يعني زي اي مهلبيه هلا احنا بنقدر الا اذا بدنا اياها ماربل. طيب بصير اوكي. يلا إذا بدك هلا بناخذ شو اسمه الوصفة الثانية. يلا على الوصفة الثانية. يلا. ماجيك بار بجوز الهند رح تحتاجوا ل2 كوب من البسكوت المطحون، ول100 جرام زبدة دايبة، ولكوب جوز هند محمص، ولكوب البيكن او الجوز، بالاضافه لكوب رقائق للشوكليت، وعلبه حليب مكثف محلى. استني انا بدي احط ورقه زبده. هاي اللي رح نعملها هلا، يعني بدي احضر اغراضها لانه اظني هلا يمكن نطلع نحن فاصل. بس كيفها اسمعوا بتقرقش. ايوه فظيعه. كيفه انا دقيقه بس ادوقك قبل ما لسه نعمل. اكرمتيني اليوم. انا بقول لكم ليش، لانها عم بتحطوا الضيافه بشكل زوجي، صار بالاخر في زياده، فصار في وحده زياده اخذتها. طيب ايش؟ طيب هلا احنا بالفرن احنا قلنا حنخليه عشان نطلع بالفاصل. لسه الفرن ما استوى، بدها وقت. هلا رح اشوفها دقيقة. لسه مش كثير، بدها شوية وقت. بس مش كثير والله، ذكريني فيها. طيب هدول هم الماجيك بار اللي رح نعملهم. عم بيسألوك هو نفس الليزي كيك؟ لا مش ليزي كيك، هم ليش اسمهم ماجيك او يعني ماجيك سحرية يعني، وهم مربعات فيهم من المقادير اللي اخذناها، فيهم بسكوت دايجستيف، فيهم طبقة جوز هند، فيهم البيكان او جوز العادي اذا بدكم، فيهم شوكولات وفيهم شوكولاتة. فهيك لما يدخل الفرن الشوكولاتة بتسيح، والحليب المكثف المحلى برضه بيرجع بيسيح، لانه فيه كرنشي كثير، لانه فيه سكر فبتكرمل. تمام؟ احنا هدول شوي نخليهم، نرجع لهاي الوصفه بعدين، نغطس فيها. بس هاي بهاي الوصفه قلت لكم نحتاج ورقه زبده. هون لازم ورق زبده عشان الصينيه تبعتنا نقدر نطلع، ما بتقدروا يعني ما بتقدروا تقسموها. تمام، انا بدي اوجه تحيه هون لعطاف، شكرا لك يا عطاف، كمان لام يوسف اهلا وسهلا فيكي، امير لدعجه كمان شكرا كثير لإلك. كمان بدي اوصل تحيه لفاديه، يعني هون كلهم عم بيحكوا هلا نوعا ما عن الكريزه بس يعني رح نرجع لها. لا والله لازم تعمليها، لعيونكم رح اعملها خلص 100%. بتشيروا الحلقه بيشيروها. هلا هون الشيف يا ريت اعملي لنا دحدح على طريقتك. نرمان لا 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 عملته للدحدح وضلت حدا ما شاف الدحدح وحالتي حاله. فبرجع بذكركم بصفحتنا على الفيسبوك كدحدح يعني، بتلاقوا الحلقه، وما تنسوا تفوتوا كمان على قناتنا على اليوتيوب. يلا نطلع بالفاصل، يلا بدي اخذ على راحتي عن جد بريك. طبعا رجعنا لكم اكيد لكل يلي انضموا لنا بهاي الحلقه المميزه، يعني زي ما خبرتكم هي حلقه خفيفه سريعه. طلعي طلعي يعني هاي بدنا نتركها. شايفين هلا الكيكه، شايفين كيف ضلت على نفس الارتفاع؟ هذا الكيك الاسفنجي ما بنفخ، تمام، بضل نفس محل ما صبيناه، بس اذا هبط بيكون معناته في مشكله صارت معنا. قلنا كيف وقتها. اوكي، طبعا احنا فورنا هون شوي بيعطي شاطه زياده، مو مشكله، هذا لما يبرد كله بنقص. اوكي، ورح نقسمه. شايفين هيها؟ شوفي ما احلاها. في فرجينا رامي، شوفي انا ما تقولي لي شوفي ما احلاها، قولي لي دوقي ما أسكاها. لا هي ما بتنداق هلا عن جد، هاي مو هدول. حاضر هلا بتدوقي. ميرسي. طيب دوقي، انا بدي اشتغل ولا ادوق؟ فاللي بدي احكي لكم اياه النقطه المهمه هون، انا يعني عن جد هاي اعتبروها زي درس يعني ولا تعليم عليكم، انتم اشطر. بس موضوع الكيك الاسفنجي هو مش بنفخ وبرجع بهبط، هو هيك لازم، عرفتوه؟ هو ارتفاعه لانه ما فيه بيكنج باودر وعامل يرفعه، بس اهم شيء انه ما ينزل اكثر من هيك. تمام. طيب سؤال، يلا نحط برد، تفضلي. بما انه يعني سلام عم تبعت لي تمارا، ممكن تعملوا لنا كيكه الثلج؟ شو كيكه الثلج؟ يعني عادي، انا مشكلتي بس في كيكات مسمياتهم مختلفه. اظن 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 الكيك البارد اللي بتيجي بسكوت بعدين بيخلطوا مثلا الكاكاو او القهوه سلة الذوبان مع ثلج. مع ثلج؟ والله ما بعرف، كانوا بالسعوديه يعملوا. كم لبسنا؟ انا ما معقول كثير، كم لبسنا؟ معقول كثير كبرنا. طب عدي على ايديكي شو بدهم؟ شو بدهم؟ يلا بدهم فطيره التفاح. لا عملناها، شفتوا كيف صارت تعصب؟ خلص صرت اعرف، صارت تعصب هلا كمان المسخن، ولكن بدهم اياه بشكل رول. لا بشكل رول. طب اسهل من اللي عملناه. بعدين بدهم بنعمله برمضان عشان نغير لكم افكار. بدهم كمان كوكتيل فواكه بافكار مختلفه، بيحكوا لك، لانه فعليا بدنا اشياء بتبرد على قلوبنا. حلو للسحور، والله فكره حلوه هي قصه الكوكتيل على السحور. طبعا هون اخونا سمير ابو قطنه من فلسطين، مدينه جنين، من بلدي مدينه الزعتر والزيتون. انت طول الوقت بتضلك تقولي اربد اربد. عن جد لا والله، يعني كل الاماكن حلوه، كل بلادنا بتجنن. طب بدك تقراي ولا عن جد اشتغل؟ لا لا خلص، لا قولي لي، لا عادي بدك نحكي يلا نحكي. لا طيب. لانه بتعرفي هون بلشوا يتواصلوا معي بموضوع ايش بدهم افكار. اوكي، وانا بحب اساعدك فيها، لانه يا ريت انه يبعثوا لي، يعني اذا موجوده الي او الك على الانستغرام. انا بدي والله العظيم استحيت. موافقه موافقه. طيب اسمعوا، بدي افرجيكم قد ايه هاي سهله. بسكوت دايجستيف بنحطه بنطحنه. بسكوت يعني بشكل عام. يعني بشكل عام. اوكي بسكوت بنطحنه، بس هو بسكوت اللي فيه اللي نخاله بيكون بالعاده تبع التشيز كيك. حلو، رح نحط عليه زبده دايبه. تمام، نحركهم. سوري، عم بتقول لك تهاني لانك سالتيها على الحليب الدافي، فهي بتقول لك يارا انا بستعمل الحليب الدافي على جميع الكيكات، بتطلع كثير اسفنجيه ونافخه كثير، طريقه معتمده. يعني عادي اي كيكه بس ادفي الحليب. خلص ماشي يا تهاني، بدي اجربها باول كيكه قادمه ان شاء الله. بس طبعا اهم شيء انتبهوا انه يعني انا تعقيبا على هذا الحكي، لما نعمل نحط شيء دافي باي شيء فيه بيض لازم نتاكد انه البيض بطل بيض، صار شيء ثاني، انخفق كثير. طيب هلا رح ناخذ اول طبقه، معلش وانا سامعتك، رح ناخذها ونفردها. طيب شوفي شو سمعتي احكي؟ احكي. سلام بتقولي لا تمارا، كيكه الثلج كيكه عاديه بتسقيها بمنقوع جوز الهند مع السكر، بتتغلف بجوز الهند. تسقيها بجوز الهند. انا صينيتي كبيره هاي طلعت. اوكي مره ثانيه مش مركزه. هلا بتقول لك اللي هي لحظه ارجع اقرا لك اياها. كيكه الثلج. كيكه الثلج والراحت، ما بقول لكم هي عباره عن كيكه عاديه بتسقيها بملقوع جوز الهند مع السكر وبتتغلف بجوز الهند. ما احلى منقوع جوز الهند. كيف يعني منقوع جوز الهند؟ ياي ما بعرف صراحه كثير حبيت. طب ليه ما بنقدر نستبدله بحليب جوز الهند مثلا؟ مش عارفه، يا ريت تقولنا. يعني هل المنقوع لا مش تهاني، هي سلام. هل المنقوع يعني هو نفسه رح يعطيني نتيجه طحين جوز حليب جوز الهند مثلا؟ اوكي طيب ممكن. طيب هلا شو رح نعمل يا ستي العزيزه؟ ايش حطينا اول طبقه؟ بدي افرجيكم اياهم هيك بسهوله طبقه طبقه. سهى بتسالك بنقدر نستخدم اي نوع من انواع البسكوت؟ اي نوع من ما بتفرق، ما في مشكله طبعا. انا استخدمت هون فيها الطحين الجوز الهند شوي محمص، ما بفرق حطه محمص مش عادي. رح نمسك هاي جوز الهند وبنغطيه كامل. طب بصير اسال سؤال شخصي مني؟ تفضلي. انا مش كثير بحب جوز الهند بان انا دقتها. بتقدري تلغي؟ بقدر اطنشه. يعني هو عن جد بيعطي طعم زاكيه، يعني انا ما بدي اياك تطنشيه. هلا لا اوكي ما لا ما بطنشها. هلا هون بيسالوكي اذا بنقدر نستخدمه ببايركس او بصينيه مدوره. طبعا طبعا، بس اسمعوا عشان تقدروا تقطعوه بسهوله حطوا ورقه زبده. اوكي ما حطيته رح يصير يفتفت معكم شوي. هلا حطينا زي ما قلت لكم طبقه البسكوت مع الزبده، بعد ما خلطناهم بنرصهم منيح كثير تحت، ورح نحط طبقه من جوز الهند. اوكي هيها حلو انه تغطوها كامله. انا حطيت خليط بين المحمص والعادي. اوكي هلا بدنا نقيم هدول. هاتي اشيلهم. بعدين رح نجيب، بدي اخلي هاي قريبه منكم وانا اجيب سكينتي، رح احتاجهم هدول بس خليهم هون. تمام. هلا بس يارا عم برجعوا. انا بحط نص كوب مي مغليه بكل كيكه بتطلع هشه ونافخه. عم بعطوكي افكار بكل انواع الكيكات. نعم طب حلو. طب هلا انا عندي هون يا بجيبوا رقائق شوكولاته، بس يمكن صورته تعرفوا انا بحب الشوكولاته الحليب اللي مش الرقائق لانها بتذوب. يارا بتحب تعرف شو هو المنقوع اللي كنا بنحكوا عنه قبل شوي؟ انجي عم بتقول لك منقوع جوز الهند عباره عن مي سخنه بنحط على جوز الهند وبينضرب على الخلاط مده تقريبا معينه، بصير حليب جوز الهند وطبعا بتصفى لما بينخلط. بعد بتطلع يمكن طعمته اقوى من حليب جوز الهند. فكره جعبالي اجربه. مي مغليه وبعدين بنضرب وبعدين بنخلط بتصفى 100%. صح حلو خلص بدي اجربه. ثانك يو كثير. طب هاي الشوكولاته اللي قسمناها او اي شوكولاته بدكم اياها تحطوها، رقائق الشوكولاته اللي كانوا عم بيسالونا، بتقدروا تخلطوا بين شوكولاته الحليب وشوكولاته العادي الغامقه توزعوها. كان في كمان صحن صح؟ شوكولاته؟ اظن هيو. الحمد لله ما كيف مخبيته منهم. ما خبيته ليش؟ وانا بسترجي اخلي شيء برا وبضل شيء. طيب هي هدول زاكي كثير ما حتتكتر لانه بتذوب. هلا رح نجيب اوكي بيكان او جوز عادي، اذا مش موجود عندكم بيكان جوز، بس انا عن جد البيكان زاكي وهلا صار متوفر في معظم المحامص. وانا بصراحه من تجربتي اللي دقتها قبل شوي رائع البيكان. بفرق عن طعم الجوز، فيه هيك طعم نوتي يعني زي الكراميل. ايوه حتى شكله احلى من جوز الهند. خايفين على الفرن وانا خايفين انا وياكي. يارا هون كمان عم بيقولوا لك ايش كنت بدي في كيكه بزيت الزيتون والحمضيات رائعه. كيكه ايطاليه مزبوط. تعملي لنا اياها بس بنقدر نعملها صراحه كثير زاكيه اصلا. من قبل حابه اعملها. طيب هلا رح نرش البيكان. اوكي وشوفوا انا حطيت لكم بالمقادير يعني كوب كوب، بس انه اذا حسيتوا بدكم زياده حطوا ما في مشكله. ما احلى شكلها. لسه هلا بتشوفي ما احلاها بتصير. احنا ما بعرف بديش نطلع فاصل واحنا عم نصب، بدنا نعطيها حقها. هلا بنجيب علبه مكثف محلى. خليني اجيب معلقه. انا صراحه من موقعي ومركزي اللي انا هلا واقفه فيه بحب احكي لكم انه اللي عم تعمله يارا شيء غريب ولكن لا يقاوم. زاكي عن جد وسهله. لا 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 سهله يعني هاي بناتكم الصغار بيعملوها عادي. بنحطه هيك شايفين ولا اسهل منه. ابدعتي. وهذا كلياته رح يصير ينزل تحت ومع الفرن رح يدوب، رح تبطل هاي الطبقه البيضاء مبينه وكثير زاد. بتعرفي انهم صاروا يعملوا القطر بالحلو العربي بهاي النكهه، يعني بدل ما يكون قطر سكر عادي ومي صاروا كثير عم بيسخصر اتراك، عم كثير عم بيستخدموا المكثف المحلى. والله طعمته كثير زاكيه. مره جربنا عملنا بسبوسه الشوكولاته اذا بتتذكري، جربناها هيك حطينا مكثف محلى. تذكري اول ما طلع هذا الاختراع واحنا صغار؟ والله صراحه بالمعلقه كنا ناكله. يا ولدي عن جد مش عارفه. اسمعي انا يعني زاكي هو صراحه كل شيء للاسف زاكي. بتحبيه عن جد. بس اقول لك انا يعني مع الصيام المتقطع وتجربه نجاحه معي الشخصيه صراحه باكل يلي بدي اياه قبل الاربعاء، بعد الاربعاء ولا شيء. بس هو مش لازم يلي بدي اياه، ديري بالك تضلي. لا 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 اسمعي نتيجته كانت كويسه، ما تخوفي الناس. بس ما بنحف يعني اذا بدك تعملي هيك ما رح تنحفي. لا يعني هلا انا مش رح اكل علبه كامله ولا رح اكل صينيه كامله، دواءه من هون ولا من هون. اوكي طيب هلا رح نحطها بالفرن. هاي على درجه حراره تقريبا برضه 175، يعني بتاخذ لها شيء ثلث ساعه. سؤالهم سريع جدا، يلا. عادي حليب عادي ولا لازم مكثف محلى؟ لا لا مكثف محلى. قشطه؟ لا نو. لا اذا بدكم قشطه اخلطوها مع شوي مكثف محلى، بس قشطه لحالها لا. نصيحتي مكثف محلى وامشوا على المقادير زي ما هي مكتوبه. لا لانه القشطه رح تنحرق، ما رح تذوب يعني، عرفتي؟ هي شيء كثير. رح نعمل بعد الفاصل رح نزين، افرجيكم كيف زينا هدول. يلا بالبريك. ما تنسوا تشيروا الحلقه عشان تقدروا تحتفظوا فيها على صفحتكم على الفيسبوك. رجعنا لكم باخر جزء من حلقتنا لليوم. اكيد طبعا لسه عم نتفاعل معاكم مباشره على الهواء، ووصفاتنا ما زالت مستمره. كيف والله مو خفيفه لطيفه والله وزاكيه، وفي ناس بحبونا كثير صاروا ما شاء الله كل يوم يطبقوا وصفاتك. هاي سالي، هاي سالي بالضبط. سالي معنا مداومه 100%. بعدين اذا ما يعني اليوم عملت لنا الاكل الهندي، عملت لهم لاهل بيت تقريبا رح بتغدى عندنا اليوم، بس بتقول اليوم اكل هندي كله من يارا. عن جد؟ يلا قسم وقتها. اوه عيد ميلاد مين بكره؟ مين؟ والله يعني انا كثير بكون مبسوطه لما بحكي لك ماما كل سنه وانت سالم. كل سنه وانت سالم. عيد ميلاد رافد بكره، بس هيك يعني خلي لك اياهم يا حبيبتي. شكرا يعني جهزي لنا قلب الكيك نيجي ناكله. عيوني ولو حبيبتي. تكرمي تكرمي حبيبه قلبي. شكرا. وكل فريق العمل عم بعيد عليك ماما، بس انت مش عم بتشوفهم من ورا الكاميرا وبالكواليس، كلهم بقول لك كل سنه وانت سالم حبيبي. خلي لك اياهم يا رب. طيب هلا برد الصوص تبعنا، كيكاتنا صاروا عنا موجودين جاهزين مسقيين. لا هلا بدنا نفرجيكم كيف نسقيهم. وين الجوز الهند؟ بس يارا ايش في سؤال ما بعرف، وصلني من فيحاء. تفضلي. او فتحيه، استني اجيب شغله بس. ايوه ما بعرف شو الاسم. ما بعرف الاسم شو طالع معي. انت مبدئيا من كريزه مش هاتي انا بقرا. اقرا. اي والله ايش هذا الاسم؟ فتحية. فتحية هو المفروض، هو يمكن مكتوب. سكر الماكلة كح. صحة صحة صحة. طيب شوفوا هلا شو رح نعمل. هلا كيف بدنا نغطس هدول؟ شايفين كيف جمد معي شوي؟ هيك بدنا اياه الصوص، بس خليني اقيم هاي لاوسخ الدنيا. طيب سؤال كان بالنسبة لفتحية، بنزل النص قد ما بروح بيجي عن جد هون لهون صراحة. ايش بدي بهاي انا؟ بدي ارجع اسالك على الكيك السحريه. سالتك هلا فتحيه، هي سمتها سحريه الاسفنجيه اللي هلا طلعناها من الفرن. سحريه اسمها، سمتها الكيك السحريه. فبتقول لك قديش لازم تقعد بالفرن؟ حكينا يمكن من 20 دقيقه ل 30 حسب فرنكم، تتاكدوا بس ما تفتحوا عليها قبل 20 دقيقه. تمام. طيب هلا عشان نلحق نحن، هي الكيكه تبعنا وهي الجوز الهند. تمام. نمسك هيك، ما بنغطسها كاملة، نمسك الأطراف هاي شوي من هاي الجهة، بعدين هيك. أوكي. بعدين شوي، طبعاً أنا الصوص تبعي شوي سخن فأنا ديروا بالكم. حلو. أوكي هيك. وبتعرفي هاي إيش اسمها أصلاً الكيكة؟ إيش؟ ترى إلها اسم. شو؟ اسمها هي يعني إذا بتسألي شو الحلو الأسترالي اللي مشهور بايش مشهوره؟ شيء اسمه لامينغتون، هي اسمها لامينغتون. تمام. هي كيك استرالي، يعني معروف باستراليا، معروف باوروبا. فهي احنا سمينا لكم اياها مكعبات جوز الهند، بس هي اسمها لامينغتون. تمام. حلو. هلا رح نرش عليها جوز الهند من كل الجهات. بس انا حليت لكم الصوص، هي صوصها بيجي مو محلى اوكي، بس بيكون هيك مر اكثر وبتنحشى من جوا مربى. فانا عشان ما اغلبكم ما بدي تحشوها شيء، بس خلص هيك صوص وكيكه اسفنجيه وبتاخذوا معها تشربوا شاي قهوه اللي بدكم اياها. هيها صارت جاهزه. حلو. هيها يا سلام حلوه والله حلوه. نعمل كمان وحده ولا نعمل؟ ثانك يو. مين اللي بجنن؟ بدي اعمل كمان وحده خلص عشان قالت لي بتجنن. في شيء بالفرن يعني شو بدي اقول لكم ريحته صح. استني يارا استني حبيبتك. انا صح ايش طبعا وين بدي اخذ من المخبوزين؟ خديها لا خدي هاي لو سمحتي. شوفوا هلا انا كيف بدي اكل وكيف انتم هلا بتنبسطوا لاني انا باكل. هاي ما فيها كراميل، هدلاك حشيتهم كراميل. بدك تاخذي منهم خدي. لا بديش هاي. ايش محشيه شوكليت ولا شيء؟ هاي بس مغطسه هي هيك. اخذها رامي ولا حتبهدل لاني سحبتها وانت بتصورها؟ لا خدي هاي اذا بدك. ها يلا شوفي يا سلام شو السكينه هاي؟ ما بعرف ما انت حاطتي لي مشرحها. سطور بدي افرجيكم اياها من جوا. اوه شوفوا بلاش من جوا. شوفي يارا كيف انا بقطعها. طلعوا عم بتبين معكم. شوفوا مستحيل. واو شوفوا قد ايه هشه جد. يعني هي بسيطه جدا قعدتوا تقولوا لنا فكروا واغلوا واعملوا وسوي. طيب لا ايش في؟ ايش صار لك؟ ايش صار؟ دقيقه الحقوها يا جماعه جد زعتر. تماري انت بتضحكيني عن جد. كثير خفيفه يعني بتقدروش تاكلوا اكثر من وحده. ليش حلوه حلوه والجوز الهند معطيها نكهه كاسر اللي قلت عنه الحلاوه. طيب هلا بدنا الثانيه نفس الشيء بس بالجلو. بس ايش هذا بالجلو؟ اوكي عرفتي يا دانا ذوقش ليش لونها هلا زهري جلو. فهمتوا ليش لونها زهري؟ قعدنا نفكر صبغه احنا. عن جد. انت مطقمه معاه لهذا. لا بس هي لونها غير شوي. طيب يلا شفتوا الجيلو انا عملته وتركته بالثلاجه شوي عشان يبرد وما، لانه اذا خليناه سخون رح تشرب وما رح نقدر، او لو بعد ما نعمله مباشره رح تشربها وما رح يزبط انه نعرف نطول الحبات. فهي بالضبط هيك. هي رح نعمل هاي نفس الطريقه من هيك. الاطراف كمان من الزوايا اطراف نص، حتى بدها كمان شوي زياده بالثلاجه. اوكي وانا عصرت عليه عصره ليمون كمان للجلو عشان يخفف الحلاوه برضه. تمام وبس هيهم خلصنا هيك سهلين. بس رائعه صراحه، وصفات سريعه جدا ولذيذه. وهذا الكيك بتقدروا تعملوا فيه نفس الشيء. يعني اللي اقترحت علينا الصبير اقترحت علينا موضوع اللي هو ايش منقوع جوز الهند، بتقدر تعمل نفس الشيء 100% وتحط بيناتهم كريمه. هلا بس بدنا نحط شويه كريمه واحنا عم نذكر شو وصفاتنا. يلا وين بدك تحط الكريمه؟ حط شوي على هدول تبعون جوز الهند. يلا شفتي اكب هاي. طيب هلا بالنسبه كمان للبيكن بالثلاجه بالفرن بيكان. البيكان قد ايه بضله وقت؟ يعني بده شي ثلث ساعه. تمام لما يتحمر وياخذ هذا اللون اللي موجود عندكم. اوكي طيب هلا بس بدي اقص هذا الطرف. يعني بتقدروا حتى شو تعملوا؟ بتقدروا هاي تعملوها ارق من هيك، تفتحوها من النص وتحشوها من جوا كريمه. اوكي يعني اذا بدكم مثل هاي الطريقه سواء الشوكولاته او تبعت شوفوا ما احلاها من جوا كيف تفرجي. شوفوا تعملوها هيك يا سلام. بتقدروا تحطوا كمان فراوله. يا بتصير وجبه. وقعت مني يارا. انت مكسب حبيبتي في حياتي حبيبه قلبي. شوفوا انا بحبك كثير بتجنن. ياي كان لازم هيك عملتها وانا بحبك. وهدول يعني هيهم هاتي اصورهم هيك. بدك تعملي لنا اياه كلياته. عملنا كعكات جوز الهند السبونج ونكهناهم بنكهه الشوكولاته وكمان شيء ثاني بالجلو. اوكي وعملنا يعني هم وصفتين، وعملنا اللي هي الماجيك بار اللي هي مكعبات اللي فيها المكسرات وفيها الشوكولاته وجوز الهند والبسكوت. حلو وبس. صحتين والف هنا عن جد. يعطيكي الف عافيه. واكيد بدي ارجع اذكر كل الاشخاص اللي تابعونا اليوم انه عن جد يعطيكم الف عافيه وشكرا كثير لمتابعتكم لنا. وعن جد يارا ابدعتي حبيبتي. يوم الاثنين يارا وانا بنكون موجودين معاكم في افكار لهلا ليوم الاثنين. يعني لسه بس مش اكيده. يعني خلص. نحضر دجاج ولا لحمه؟ دجاج باللحمه، يمكن دجاج. خلص لهون بتكون حلقتنا خلصت معكم اكيد، الى اللقاء يوم السبت. انا